اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تحريس سنتو شو عاملين مجزرة فراريش؟ شو ست حنان؟ خير في شي؟ يعني ما هيك شايفة أطرميز الزيتون صفى؟ شايفة. طيب انت بده يصير عندك ذوق تنطي لعن بيت أهلك تجيب الدعم اه؟ تفضل عمو أبو نجيب. يا ريت أهلين وسهلين، أهلين عمي أبو نجيب. قومي تحركي، قومي عادي أبو نجيب على الدخل. تفضل. يا ميت أهلين وسهلين. مد إيدك عمي أبو نجيب، مد إيدك. صحتين وعافية يا عفيف. بس تخلص أكل أنا محتاجك بموضوع. وعلى جناب. طالما بموضوع على جناب، أحكوا. معلشي خلوني يكفوا أكل، أنا مو مستعجل أبداً. لا شبعوا أبو نجيب، شبعوا. شبعتوا ولا ما شبعتوا؟ شبعنا. يلا تحركوا، أحطوا. سكري الباب شايفي. هلا قضيت لك أبو نجيب، أمرني. جيرانك شو عم يشتغلوا بهالأيام؟ شغلوا. وشو شغله؟ ما بعرف. عفيف ما بتعرف ولا مشترك معهم؟ احكي قر. ليش عم يجي؟ ايه ما خلوا فراريش بالبلد. كنت ماري من قدام بياع الشاورما. قامت ريحتها دخلت بمخاري. قلت لك ابو نجيب شو فيها هالدنيا وقف واشتري. قمت اخذت سندويشة شاورما عربي دبل. قلت مشان اكل وانبسط. شوي تاني انا عم اكل الشاورما هيك اكله بجنن. ولا ما شفت الا شفيق اجا بس ما شافني. قال له اعطيني ست فراريش. بعد شوي لحقوا بديع كمان ما شافني واشترى فراريش. شوي تاني دقيقتين نبز ابو طمزه ما شافني واشترى فراريش. سيدي ليش اكل الفراريش ممنوع؟ عفيف عفيف كتير مارق على هالصلعه. ها أكل الفراريج مو ممنوع بس عم أتساءل من السؤال وليس من السؤالة. يا أبو نجيب يا أبو نجيب من مبارح وهي عم توز براسي وعم توز براسي وقول يا أبو نجيب وهي تأخذ وتجيب وتأخذ وتجيب وهذا السؤال مشروع؟ منين عم يجيبوا المصاري؟ ما بعرف أنا من جهتي زيت وزعتر شوفت عينه.